ورحمه الله تعالى وبركاته. كما تشوفون كانت واجد هنا في دوار بدر عيون، يعني المنطقه ديال فزوان. كما راكم تشوفوا واحد الجبل عالي بزاف، اللي كي مشينا نشوفوا هذه الفاكهه ديال الهنديه او الصبار اللي من اجمل الفواكه، اللي تقريبا واحد 90% اللي راها مرضت، ولكن كاين واحد النسبه قليله اللي راها يعني صالحه للاكل ومزيانه، يعني لا خوف عليها. ولكن خليكم معنا، غادي نشوفوا الفيديو، غادي نشوفوا الهنديه وهاد الصبار كي دايره في هذه المنطقه ديال ادر عيون ديال منطقه فزوان ان شاء الله بحول الله، ونشوفوا كي دايره هذه الهنديه اللي فيها هنايا، اللي كاين شي مناطق اللي راها مرضت، واحد 90% اللي مريضه هنايا في هذه المنطقه هذه، عندهم الهنديه مزيانه يعني صالحه للاكل ان شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو. شوفوا هنايا كما تشوفوا هنايا هاد الدوار هذا كامل عنده هاد الهنديه هنايا مزيانه، ماشي مريضه تقريبا، ماشي مزيانه. كما تشوفوا هنا راني ندير واحد الجوله هنا في هاد الدوار هنايا اللي منطقه فزوان، في واحد الجيبه، واحد القمه ديال الجيبه كما كتشوفوا هنايا. يعني ندير واحد الجوله على هاد فاكهه الصبار اللي كيقولوا راه تقريبا مريضه، فعلا راه كاع مريضه، واحد 90% ولا 85%، ولكن باقي صحيحه في شي مناطق، باقي صالحه للاكل كما غادي تشوفوا هنا في هذا الدوار هذا اللي موجود. واخا موجود كاينه الهنديه وراه كتتباع، ولكن الانسان من يشري خصو يعرف على من يشري وصافي، هذا هو المشكل، خصو يعرف على من يشري، ماشي من طرف، لان كاين بعض الناس كيشريو ديك الهنديه الخاسره وكيديروها وكيغسلوها وكيبيعوها للناس، ولكن الانسان يدير الحيطه والحذر ويحذر راسو على من يشري، لشي واحد اللي يعرفه لي كونفيونس وغارانتي اللي كيجيب شي حاجه مزيانه بعض المناطق، لان كاينه الهنديه كاينه موجوده مزيانه، ولكن ماشي بزاف.